يا مساء الخير والسعادة والفرح والحب، وكل يوم جديد فيه خير جديد. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، موضوع التغذية في رمضان. طبعا الست أول ما يبدأ رمضان أو قبل ما يجي كده بإيه، بأسبوع شهر حاجة كده، تمام، تلاقي الست مش معظمهم، عشان ما أقولش على الكل، جزء منهم، تلاقيها جايبة لك بقى إيه، عربية نص نقل، ورايحه جايبه لك كميات حاجات كتيره جدا من السوبر ماركت. ليه؟ علشان شهر رمضان. وتقول لك قبلها ايه، انا ناويه اخس قد 10 كيلو. طب بالنسبه للترولي اللي واقف بره ده ايه؟ يعني ال 10 كيلو دول هيجوا ازاي يا فندم؟ دايما بيبقى عندنا في دماغنا ان احنا عايزين نخس في شهر رمضان، ويبقى ناس كتيره في دماغها ان هي ان شاء الله هتخس من 4 ل 6. مش فاهمه من 4 ل 6 ده وقت ولا من 4 ل 6 ده ايه؟ اتريهم من 4 6 كيلو وما بيحصلش، ونقعد 11 شهر على امل ان لما يجي شهر رمضان هنخس وما بيحصلش، نزيد بقى 10 في ال 11 الشهر اللي فاتوا، و10 مع شهر رمضان يبقى 20، عاملين سكور ممتاز جدا جدا. تلاقي الست تعمل ايه مع الراجل، الرجاله بيصعبوا عليا قوي قوي في شهر رمضان الصراحه، لانهم بيدفعوا كتير قوي قوي، صعبانين عليا. تلاقي تعمل ايه بقى، تقول له ايه، لا ده انا اتعزمنا عندنا كذا وجبه، يعني كذا حاجه، ما ينفعش، لازم يبقى عندنا 6 7 8 تصناف. ليه 6 7 8؟ ليه؟ يعني ما نخليهم 3، يعني مش هيحصل حاجه لو بقوا 3. ال 6 7 8 مع الدايت اللي احنا عايزين نعمله مش هيتعمل خالص، مش هيمشوا مع بعض. طيب انا عايزه اقول لكم النهارده ان احنا هنتكلم في موضوع التغذيه، ازاي نعرف ناكل صح في شهر رمضان، ازاي نعرف نخس في شهر رمضان. والناس برضو اللي عايزه تتخن، انا بتكلم برضو على فئه تانية عايزه تتخن، في ناس بتبقى عايزه تزيد في شهر رمضان. طب ازاي ان انا باكل يا جماعه اقل وازاي بزيد، ايه اللي بيحصل؟ هل انا حرقي بيقف الصبح؟ علشان كده انا لما باجي اكل بعد الظهر الحرق بتاعي بيقل. هنعرف كل الكلام ده، وايه كمان اللي يخليني في السحور اللي اكله وما يخلينيش اعطش، هنعرف برضو كل الكلام ده. هنطلع دلوقتي لفاصل صغير في تقرير صغير، وهنرجع لكم تاني، هيكون معايا دكتور نهلة مسعد استشاري التغذية، انتظروني بعد الفاصل. من داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين، هنشوف النهارده ايه التخصصات وايه الدكاتره اللي معانا، وهنقابل دكتور دكتور ونشوف كل واحد تخصصه ايه وهنتكلم معاه، انتظرونا. ودلوقتي من داخل غرفة دكتور عاطف نور الدين، صاحب مستشفى دكتور عاطف نور الدين، رئيس مجلس الإدارة، ونرحب بيك يا دكتور. أهلا بيك معانا النهاردة، منورنا ومشرفنا في مكتبنا، إحنا اللي جايين عندك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة لولا. طبعا أنتوا أصحاب مكان، أنتوا مشرفينا هنا هو في المستشفى. إحنا في المستشفى هنا عندنا شعار إن هدفنا تقديم خدمة طبية تليق بكرامة الإنسان. أنا بعد ما ربنا أكرمني ولفيت العالم كله جاي هنا عشان نخدم أهلنا وأهل بلدنا، نقدم خدمة طبية تكون ممزوجة بأحدث التقنيات مع الحفاظ على الآدمية والكرامة. طيب يا دكتور، أنا كنت عايز أسألك، كنت عايز أعرف إيه التخصصات اللي في المستشفى وإيه هي الإمكانيات الموجودة في المستشفى؟ حضرتك احنا كنا حريصين اول شيء ان احنا نقدم خدمه طوارئ 24 ساعه،
دي عشان خاطر اي حد يقع في مشكله لو في نص الليل لو الفجر يلاقي طبيب متميز ومتمرس ويلاقي امكانيات جاهزه للحفاظ على حياته. بعد خدمه الطوارئ عندنا خدمه العيادات الخارجيه العاديه، ودي متوفر فيها كل التخصصات من اول البطنه والاطفال نهايه بجراحه المخ والاعصاب وتخصص جراحه الاورام وجراحات التجميل والجلديه والليزر. عندنا عيادات النساء والتوليد، عيادات متميزه جدا فيها مجموعه من اكفأ الاخصائيين، واحنا هنا في المستشفى بنتميز بموضوع الولاده بدون الم، ودي يعني الحمد لله عامله فيدباك كويس جدا مع الناس اللي جربوا الولاده عندنا. عارفه حضرتك طبعا ان من اكتر الاشياء اللي بتقلق اي سيده كلهم بيفكروا يا دكتور نفس التفكير، الام الولاده، الام الولاده. الحمد لله الحمد لله عندنا السؤال اللي بيتسال ازاي ولاده بدون الم، اقول لهم لا انتوا اللي هتحكموا بعد ما تخرجوا، يقولوا فعلا احنا ما حسيناش باي حاجه خالص، ودي الحمد لله حاجه متميزين بيها في المستشفى عندنا. عندنا حضرتك قسم الاسنان، في عياده اسنان متميزه جدا تبدا من اول الامور التقليديه التنظيف والحش وهكذا الى زراعه الاسنان. عندنا مجموعه متميزه من الاستشاريين متخصصين في المجالات المختلفه. عندنا طبعا بنعمل الاشعاعات من اول اشعه البطن، اشعه السونار، اشعه الدوبلر، ودي بنعملها لمريض القسم الداخلي في مكانه، وحضراتكم هتقدروا تشوفوا دلوقتي على الهواء عمليه تصوير لمريض وهو على السرير بتاعه من غير ما يتحرك ومن غير ما نقلمه. دي فكره بسيطه عن الاقسام المختلفه، لكن الميزه اللي احنا بنقدمها بما ان احنا عندنا قسم نساء متميز لازم يكون في حضانات على نفس المستوى. احنا عندنا الحضانات من فضل الله فيها كل انواع الحضانات، من اول الحضانات العاديه اللي بتعالج حالات الصفره الى حالات الصفره الشديده. عندنا ما يسمى بالغواصه او الكبسوله، ودي مش متوفره في معظم الحضانات، لغايه اجهزه التنفس الصناعي، سواء كان التنفس الصناعي الجزئي اللي هي اجهزه السباب او التنفس الصناعي الكامل اللي هي الفنتليتور. بالاضافه حضرتك لعياده العيون، عندنا عياده العيون قويه جدا، عندنا احدث اجهزه الفحص، اجهزه ياباني، عندنا اطباء اكفاء بيتعمل فيها كل شيء من اول قياس النظر بالكمبيوتر وفحص قاع العين لغايه عمليات الليزر والليزك والفيمتو ليزك لتصحيح الابصار. طب يا دكتور انا كنت عايز اسال حضرتك، حضرتك تخصصك ايه هنا في المستشفى؟ حضرتك بالاضافه لان انا ماسك رئيس مجلس اداره المستشفى، انا تخصص جراحه عامه ومتخصص والفكين. ورجعنا تاني دلوقتي معانا ومشرفانا دكتوره نهله مسعد استشاري التغذيه العلاجيه. اهلا بيكي يا دكتور منورانا. اهلا بيكي، احنا طيبين كلنا. اهلا بيكي منورانا ومشرفانا ورمضان كريم. الله اكبر. عايزين بقى نعرف ماشي الناس اللي هي نفسها وعايزه تخس، تمام، بتعمل ايه؟ ليه؟ وعايز اسالك سؤال، ليه احنا بنزيد في رمضان؟ يعني ليه الناس بتزيد في رمضان في حين ان عدد الوجبات بتقل الى حد كبير؟ هل معنى كده ان انا لما ما بفطرش الصبح الحرق عندي بيقل فباجي اكل بالليل فبزيد في الوزن؟ هل ده اللي بيحصل ولا حاجه تاني؟ بصي، فكره الصيام عموما دي احسن حاجه ممكن تعمليها عشان تخسي، يعني بدليل الدايتس المنتشر دلوقتي اللي مسمينه الصيام المتقطع بانواعه، تمام. ليه بقى احنا ما بنخسش؟ لان احنا بنركز قوي على فكره انا صايم. انا صايم دي زي ما انت حكيتي في الانترو كده، اروح بقى ده انا راحه رمضان تلاقي السوبر ماركت زحمه جدا، تلاقينا طول الوقت الناس في الشارع عند بتوع الكنافه والرقاق والجلاش وكنافه بالنوتيلا. طيب انا عايزه بقى اللي اسالك، هو احنا ما بناكلش طول السنه كنافه بالمانجا؟
بناكل بالمانجا وبناكل بالنوتيلا وبناكل بالكريمه وبناكل بالقشطه وبناكل بكل الاصناف. ما بناكلش طول السنه محشي وما بناكلش طول السنه لا، ولازم اول يوم المحشي ورق العنب يا دكتور، دي حاجه اساسيه مصريه من ترخيص الموضوع حله المحشي، ورق العنب دي اساسي. بصي احنا الكل لكل مناسبه ولكل تجميعه في اكله. هنطلع من رمضان هندخل على العيد. ايوه صح، ايوه. وبعد العيد ده يجي العيد الكبير. زي ما انت قلتي كده، ايه انا بقى هخس في رمضان. ايوه يعني الاحساس بتاع هخس في رمضان. الجروب اللي بيقول لك دايما هخس من 6 ل 7، من 6 ل 10، ما تفهميش ده ميعاد، مش توزان. زي بتاع هذاكر من اول يوم السبت. وعارفه فكره بقى ايه، انا هبدا الدايت من يوم السبت ان شاء الله. بتحصل معايا دايما. ايوه هنعمل ان شاء الله يوم الفري جدول، نقعد طول الليل نعمل الجدول اللي هنذاكر فيه بكره. طب ما تذاكر يا عم. يعني فرق، فاهمه الفكره؟ الصيام حتى الناس بتقولي في العياده، تقولي هنعمل ايه بقى يا دكتور في رمضان؟ قال لها هنعمل ايه؟ هنصوم. طب احنا عايزين دلوقتي الناس طب والخشاف والمكسرات؟ يعني هي رمضان عندها كل الاكلات دي. مش الصيام. لا هو انا بحس رمضان يرتبط اكتر بالاكل وليس بالصيام. الناس بتبقى قاعده تفكر لان انت محرومه. ايوه لان انت موجهه كل تفكيرك من اول. يعني احنا دلوقتي ما بنيجي نتسحر بنفضل واقفين على باب التلاجة نشرب ميه لحد ما الاذان يأذن، وكاننا جمل بقى وهنكتر وهنعمل الميه بعد كده بقيه اليوم. احساسك كانك بالظبط يعني صاحبتك وهتسافر، فلحد باب المطار بنحضن وبنبوس بعض، بعد كده ننسى بعض خالص. فاهمه الفكره؟ فاحنا ده ارتباط عاطفي. يعني انا ما بيجي حد يعمل دايت اقول له ايه؟ ما تقولش لحد انت عامل دايت. اللي هي الافوره بتاعتنا، لا والله اصل عامله دايت، لا والله اصل عامله دايت، لا والله اصل يا بنتي صحتك يا حبيبتي. أيوة ما بتخنش. كل حاجه ما بتخنش. وكل حاجه تمام، وكل يا ماما انت ايه ده، انت ده انت هفتانه، بصي وشك، بصي وشك بعمل ازاي. قولي. هو كده بالظبط. فده اللي بيخليكي طول الوقت بتفكري في الدايت. دي عوامل نفسيه. يعني الاعلانات كلها دلوقتي عن ايه؟ معظمها عن الاكل. عن الاكل والشرب. احنا اساسا لما بنيجي ننزل يا دكتور ليه؟ يلا هنخرج ناكل فين النهارده؟ يلا هنتفسح ناكل ايه النهارده؟ ده سيبك بقى من دي، مع عاداتنا الاساسيه. دي تمام؟ الاساسيه في حياتنا. فتخيلي لما تكوني النهارده شغلتك ان انت جعانه وعطشانه، خلي بالك الميه. الميه حاجه مهمه جدا في تقليل احساسك بالجوع. عشان كده لما بيجي حد يعمل دايت اصلا بره رمضان نقول له اشرب ميه، اشرب سوائل ما فيهاش سعرات، عشان تحس ان انت اتليست شبعان، لانه مجرد دخلتي في الجوع مش هتفكري. يعني في العادي من غير رمضان بالزبط. ان انا لو جايه اتغدى او افطر اشرب ميه الاول قد ايه؟ كوبايه. اللي يعجب كوبايه كوبايتين، يعني دي هتملى المعده فهتخليني ان انا احس بالشبع مجرد ان انا اكتر. مش بس قبل الاكل، طول اليوم. يعني الميه والسوائل اللي هي فري اوف كالوريز، زي الشاي بقى، زي الشايات اللي بتاعت الريجيم، الكوكتيلز اللي بيبيعوها في السوق دي بتبقى عباره عن اعشاب. اعشاب بقى يا اما مهدئه للاعصاب يا اما منظمه لحركه القولون، واتيفر هي هدفها ايه. الشاي الاخضر ايه رايك فيه يا دكتور؟ من ناحيه هل فعلا بيخسس ولا ما؟ الشاي الاخضر فرقه عن الشاي الاحمر هو نسبه الكافيين. بس كافيين اعلى. كافيين اعلى يعني المفروض ان في حرق اكتر. ميتابوليزم مش حرق، يعني انت تاكلي كوبايه شاي فانت كده الحمد لله. لا تمام، اللي هو بقى يلا بقى نحبس بقى الشاي الاخضر، احنا خلاص خلصنا الحمد لله وتمام كده. كوبايه الشاي بقى اللي تيجي تولع في اي حاجه اللي مش عارفه تحرق فين. ده عوامل بقول لك مساعده، يا اما نفسيه يا اما يا اما يا اما. لكن الحاجه الوحيده اللي بتخسس انك تقللي اكل. نقفل بقى. هتقولي لي بقى في فروق فرديه ما بين حد وحد، لا ده بياكل وبيخس، لا ده بياكل وبيتخن. دي صح، في فروق فرديه وفي عوامل وراثيه وفي اختلافات مجتمعيه وفي حاله نفسيه بتخليكي انت النهارده غير بكره. لكن معانا تليفون يا دكتور، هنقول الو. الو الو. عبد الله. عبد الله احمد يا فندم. عبد الله احمد. منين يا عبد الله؟ منين؟ يا دكتورة القاهرة. القاهرة. أهلا بيك يا عبد الله.
اهلا يا عبد الله. ايه سؤالك؟ ربنا يخليك يا فندم. انا حبيت بس اعمل مشاركه لما لقيت الاعلان اللي موجود عن مستشفى الدكتور عاطف نورالدين. انا من شبرا وقريب منه، ساكن في نفس المنطقه يعني. وبصراحه اتعاملت كذا مره مع المكان، ما شاء الله حاجه مستوى رائع. واكيد العرض اللي حضراتكم عاملينه بيبين ما شاء الله تميز المستشفى، الله اكبر. الخدمه عجبتك هناك؟ الحمد لله، لقيت ستاف من استشاريين الله اكبر، يعني ناس عندها ادميه وانسانيه في التعامل مع المرضى. تمام. فبصراحه كانت حاجه مبهره بصراحه بالنسبه لي. واسعارها بالنسبه لك كانت عامله ايه؟ كويسه يعني بالنسبه، اسعارها كويسه بالنسبه من متناول ايدك وكده؟ ما تتقارنش، مش بتكلم مجامله ولا حاجه، ما تتقارنش اطلاقا بالاسعار اللي احنا بنشوفها بره. كويس جدا جدا جدا. دي حقيقه، يعني دي حقيقه دو. يعني انت بالنسبه لك المستشفى كانت خدمه كويسه، اسعار كويسه. طبعا وكمان المعامله بتاعت الاطباء يا استاذه ما شاء الله، يعني ناس بتقعد بتكشف، يعني بتسمع المريض كويس قوي وبتتكلم مع المريض، وده عامل مهم جدا نفسي على المريض ان يلاقي دكتور يسمعه. قلما دلوقتي تلاقي النهج ده موجود يا استاذه، ان تلاقي دكتور بيقعد يسمع مريض فتره، يعني ثلث ساعه نص، بيقعدوا يسمعوا الناس. طب كويس. حلو قوي. ومجموعه ناس استشاريين ما شاء الله عليهم كمان، يعني ناس طيبين وناس على خلق اصلا. وتحس ان هم ناس يعني ايه، عارفه الطب بتاع زمان الجميل. الطب بتاع زمان الجميل، الناس القيمه، الناس اللي اخر حاجه بالنسبه لها الماديات. انا شفت الكلام ده في الناس دي بصراحه. تمام، شكرا جدا يا عبد الله، شكرا جدا لتليفونك. ميرسي. نرجع مع الدكتور. يا دكتور بقى قول لنا نعمل ايه بقى للناس اللي عايزه تخس في رمضان؟ النصوم رمضان دي اول حاجه. تمام. فتره الصيام دي فتره هايله جدا. يعني انت 12 ل 16 ساعه بتجبري الجسم ان هو يستهلك كل مخزونه من السكريات عن طريق يعني عايزه اقول لك ايه، الجسم اساسه كل هرموناته بتشتغل على البقاء. تمام. الغذاء والاكل اللي بتاكليه ده هدفه البقاء، انه كل بقى اعضائك والتنفس والميتابوليزم، الحرق اللي بنسميه باللغه العاميه، يكون شغال. تمام. لكن لازم يكون في اتزان، يعني مستوى السكر في الدم من 80 ل 120، ده الانسان الطبيعي. تمام. لما بيحصل خلل في هرمون الانسولين، الجلوكوز ده ما بيوصلش للخلايا، بيفضل في الدم. تمام. تمام. الهارموني ده بيتحقق طبيعي. انت كلتي، بيطلع الانسولين يقول لك الله لا ده سكر كتير او دي طاقه كتيره، هاتيلي بقى دول يكفوكي، دول قد مجهودك وشغلك، الزياده دي هخزنها لك، هعينها لك لوقت ما تحتاجيها، هعينها لك في الكبد، هعينها لك في الدهون تحت الجلد، هنهالك في العضلات. تمام. شكلهم بيشيلوا كتير. لا بالظبط. بيتشال كتير يا دكتور. لوقت ما تحتاجيها. تحتاجيها يعني ايه؟ يعني في وقت انت بتحتاجيها حالا، يعني انا كلت دلوقتي وراح الشغل، هعمل رياضه، هتحرك، فحرقت. حرقت اللي كلته، حرقت. تمام. البنزين، مشيت خلاص. تمام. يعني اللي بيعمل رياضه ياكل قبليها مش بعديها. انت بتنظمي يومك حسب يومك، مش احنا مش عايشين عشان ناكل، الاكل ده بيخدم على يومك انت مش العكس. الرجيم معناه انتظام او معناه نظام حياه، نظام يعني حياة. شوفي الاستاذ عبد الله اللي اتكلم في التليفون عجبتني جمله ظريفه جدا. رجعنا لزمن الطب الجميل، انا بقعد مع الدكتور يتكلم معايا تلت ساعه. يا جماعه في حاجه اسمها تشخيص. كل واحد مختلف عن التاني خالص، يعني ما ينفعش اخد دايت فلان واقول لها تعالي خدي الدايت ده حلو عجبني وخسيت عليه. ان ساعات لما بنقعد نتكلم مع ناس بتبكي، بتعيط، عندها مشاكل تانية بعيده خالص عن الدايت. انت بتاكلي عشان حاجه تانية، عشان تهربي من حاجه تانية. فاهمه الفكره؟ انت يعني بصي، مش عايزين نخش الموضوع اللي هو يعني الناس اللي بتبقى اكتئاب فبياكلوا عشان مكتئبين. انا بعد التغذيه، بعد ما درست التغذيه دلوقتي بدرس اللي هو اللايف كوتشنج. انا دلوقتي يا جماعه انت بتيجي بتعملي دايت، اقول لك 1 2 3
ميرسي وتمشي وما تجيش تاني، او تيجي تقولي مش عارفه اعمل كده. طيب ندخلك ازاي في الحته بتاعت اعرف اعمل كده؟ ما هي الفكره في الحرمان يا دكتور، حرمان كل من اللي إيه؟ بيفكر حرمان من الاكل، ان انا قاعده كده ماسكه ورقه الفطار النهارده شوفان ومش عارف، فاحساس غلط. صعب عندي بعد ساعه ونص في موزايه هروح اخدها، وممكن تبقى نص موزايه فترمي النص التاني. معلش ده غلط، ده غلط اللي انت بتقوليه، صح ده، انت عندك حق يعني. معلش معلش انا مش نهله ابقى قاعده في بيتنا وبقول لك بكره يا رولا كلي زبادي. تمام، لازم يكون في فرايتي ولازم يكون في ثقافه، ده في دماغك. سمعتي كتير عن ناس قالت عملت دايت وخسيت 15 كيلو ورجعت تاني. لا ويرجعوا اكتر يا دكتور، ال 15 بيرجعوا 20، ما بيرجعوش 15 بيبقوا 20. ليه؟ ما هو ده السؤال، ليه؟ قولي بقى. لان هي كانت تجربه سيئه بالنسبه لها، كان في حرمان، ما في ده، ما اتغيرش. ده ما اتغيرش، هو دايما الممنوع مرغوب يا دكتور. ليه يبقى ممنوع؟ ما هو باحساس احنا رايحين نعمل رجيم، يبقى احنا هنتمنع من كل حاجه بنحبها، الحاجات اللي فيها البشاميلات، الحاجات اللي فيها الصوصات، ده مش ممنوع، الحاجات اللي فيها ده مش ممنوع. مش ممنوع والله، ما ممنوع يا جماعه، طلع الحاجات اللي والله مش ممنوعه، والله ممنوع يا جماعه، الناس تبقى مبسوطه كده في دايت مش ممنوع في لا الاكل. لا طب في حلو، مفيش. انا محتاجه يا دكتور. لا يا حبيبتي هو دي الحقيقه. بصي يعني مثلا انا اما حبيت اكريت بيجي عندي، انا المنطق اللي بتعامل بيه في تفكيري انا نهله، سيبك بقى من دكتور وسيبك من السوق، احنا بنتكلم صحاب. طيب الصفحه دي اسمها ايه؟ ايت وذ ستايل، ليف وذ ستايل، يعني كلي بشياكه. ده مش اكل، ده حف، ده يعني ده منظر الفيميل اللذيذه اللي بتاكل ده ما ينفعش، ده مش هيطلع لك نانسي عجرم خالص. انا اكيد مش هتبقى نانسي عجرم، بس هيبقى عجرم من غير نانسي. لا دي حقيقه، فاهمه ازاي؟ على فكره في ناس كتير قوي بتتغير وبتعمل دايت ويعني الناس اللي اتعاملت معايا، مش بعمل ادفرتايزمنت ليه، انا بكلمك بجد بجد، الدكتور الناجح اللي يغير العيان يخف، عارفه كلمه يعني ايه انا خفيت؟ انا رحت لفلان وعلان بس ما خفتش، فهو بالنسبه له ده دكتور خايب. الدكتور اللي يكرهك في الدايت وما ترجعيلوش تاني، ده دكتور خايب، العيان ما خفش، العيان ماشي على كلامك شويه وبعد كده كرهك وكره الدايت. غير كده يا دكتور بتلاقيهم بقى ايه يعني، في اول دايت او اي حاجه بنبدا دايت تلاقي الوش ده بقى قد كده والجسم لسه زي ما هو، فتحسي اللي ماشي ده بقى عامل عشان دكتور انا عايزه اخس 5 كيلو في يومين. اللي بتبقى عندها فرح مثلا بنت خالتها بعد يومين ولازم تخس 5 كيلو والله يا دكتور في خلال 48 ساعه. وانا حد جاي مره تقول لي والله يا دكتور انا لو لقيت نفسي ما خسيتش، قلت لها تعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ هبطل دايت. ما تبطلي، طب وتبداي دايت ليه؟ وانت بتهدديني جايه تقول لك كده؟ اه والله ما خسيتش في خلال انا هبطل دايت عشان اطلع الدايت بقى الجامد اللي انا عيناه جوه ده. انت شايله بقى الحلو الحلو اللي بياكل. الدايت بقى اللي طب احنا ازاي انا عايزه اسالك سؤال، ازاي ناكل ونخس؟ بالظبط انا عايزه بقى حاجه بالظبط ناكل ونخس. ناكل اكل يفيدنا. يعني ايه اكل يفيدك؟ يعني اكل اما تبصي له كده هو ايه ده؟ دي تفاحه فيها ايه؟ فيها حديد وفيها الياف وفيها سكريات وفيها كل حاجه. دي بسبوسه فيها ايه؟ فيها حاجات حلوه قوي. انا شفتي يا بندق فيها حاجات لا شفتي انا ده انت جوعتي واحنا بنتكلم. لا يا رولا ما ينفعش كده. لا بصي انا عارفه طبعا ان دي حاجه ودي حاجه، بس احنا بنيجي مثلا في شهر رمضان هتلاقي البسبوسه، هتلاقي القطايف، هتلاقي الكنافه، وهتلاقي كنافه رولا طول الوقت، هتلاقي طول الوقت طول الوقت هتلاقي صدقين. بس احنا المفروض انا بتكلم بقى في حته ناخد الحرمان، ناخد بورشن صغير. مش عيب صغيرة. على فكره مش عيب ان انت تدخلي محل تقولي انا لو انت قاعده لوحدك انا عايزه ربع كيلو، مش عيب على فكره. انا بدخل انا بلاقي طوابير، انا مش هقف في طابور عشان اعمل العمله دي، مش هقف في طابور، ده اسمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، ده ضميره مصحيش لحظه وهو واقف في الطابور، وفي الاخر هيجيب صواني كتير 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 كل الانواع. تمام فاهمة الفكرة؟ احنا مش بنقول ما تاكليش بسبوسة،
بس مش احنا بقى رمضان وانا صايم طول اليوم ومحتاج مش عارف ايه، مع انه تلات ارباعنا وبالذات الشباب الجديد اللي بقى نسبه السمنه فيه اعلى على فكره من الناس الكبار، من السحور للفطار نايم، نايمين من السحور معظم الناس كده. طب معانا اتصال يا دكتور، معلش. الو الو، انا دكتور عاطف نور الدين رئيس مجلس اداره المستشفى. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفنا بسعادتك. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا فندم، تحت امر حضرتك. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر بخير وكل اهلنا بخير. وحضرتك طيب وبخير دايما يا دكتور. قول لي بقى ايه الخدمات اللي عندكم بتقدموها في المستشفى يا دكتور؟ والله يا استاذه رولا، احنا عندنا هدف في المستشفى ان احنا نقدم خدمه طبيه تليق بكرامه الانسان. عايزين نرجع العلاقه الطيبه ما بين مؤدي الخدمه الطبيه سواء كان طبيب او تمريض او خدمات معاونه وما بين المريض. انا دايما هنا بكلم اولادي في المستشفى اقول لهم اعتبر المريض دوت اخوك او ابنك او زوجك او زوجتك، شوف هتتعامل ازاي معاه، هنلاقي الوضع اختلف تماما. حضرتك احنا عندنا الحمد لله رب العالمين خدمات متميزه في كل الاقسام. موقع المستشفى في شبرا الخيمه كان عامل معانا تحدي ان احنا نعمل مستوى عالي جدا ومتميز. أيوة. رغم ان احنا موجودين في شبرا الخيمه. انا شفتها المكان كويس جدا. بدانا بجراحات التجميل ودي كانت حاجه الكل مستغربها. احنا عندنا الاستاذ دكتور عبد العال دياب عندنا هنا عامل قسم جراحه تجميل متميز جدا. بيعمل حقن البلازما لنضاره الوجه وعلاج تساقط الشعر. عندنا حقن الدهون الذاتيه واعاده توزيعها حسب المناطق. عندنا علاج تشوهات الحروق. عندنا حقن الفيلر والبوتوك. عندنا الميزوثيرابي وتفتيح الوجه. عندنا علاج الهالات السوداء حول العين. كل الحاجات اللي بتخص المراه موجوده في عياده التجميل. تمام. عندنا حضرتك قسم جراحه المناظير والجراحات الميكروسكوبيه. معانا الاستاذ الدكتور صلاح فتحي استشاري الجراحه، متميز جدا في عمليات تكميم المعده وتحويل المسار. عندنا الجراحات الميكروسكوبيه وجراحه المراره بالمنظار، وكل الجراحات بتتعمل عندنا بالمنظار. عندنا العمليات مجهزه على اعلى مستوى لاستقبال جميع انواع العمليات الدقيقه. حضرتك احنا انشانا قسم متميز جدا لعلاج الجروح المزمنه والقدم السكري تحت اشرافي انا. بنعالج حالات القدم السكري والحمد لله رب العالمين محققين نتائج كويسه جدا، وبنعمل بعديها نحولها بعديها لعمليه زراعه وتبقيع الجلد وترجع الرجل والقدم السكري كما كانت. لو كلمت حضرتك عن حاجه تهم المراه جدا، مرحله الولاده والام الولاده، احنا عندنا طفره هنا اهوت بنسميها الولاده بدون الم. الولاده بدون الم الكل بيستغرب وبيجي لنا اتصالات من سيدات يقولوا لنا هل فعلا ممكن تكون الولاده بدون الم؟ نرد عليهم نقول لهم ايه؟ طب جربوا واحكوا انتوا عننا. وبنفاجئ بيهم بعد الولاده يقولوا واحنا ولدنا بجد؟ احنا ما حسيناش بحاجه خالص. تمام. دي طبعا حاجه بتخلي كل واحده ست مجرد يا دكتور ان هي تبقى حامل بتفكر بس ان هي هتولد ازاي، مجرد ما تعرف انها حامل ده انا يعني بتقول ان ما فيش الم خالص والامور بتعدي سموث بدون اي مشاكل. تمام. وفي نقطه بقى تهم كل ام حضرتك، انا عايزه اطمن على ابني. أيوة. لازم يكون المكان جنب غرفه عمليات مجهزه وولاده بدون الم. تمام. لازم تكون حضانات متميزه. احنا عندنا حضانة الأطفال المبتسرين وقسم الأطفال معانا الأستاذ الدكتور مدحت أبو الفضل استشاري الأطفال. حضانات فيها كل الأجهزة اللي حضرتك تتخيليها من أول علاج الصفرة العادية لغاية أجهزة التنفس الصناعي، الحمد لله كل ده متوفر، فبتخلي الأم تولد وهي مطمنة على ابنها. تمام يا دكتور. لو حضرتك نتكلم على قسم العيون، عندنا الفحص باحدث اجهزه الكمبيوتر اليابانيه وفحص قاع العين. وفي مفاجاه هقولها من خلال برنامج حضرتك. اتفضل يا دكتور. بمناسبه شهر رمضان المبارك احنا عاملين عرض خاص لعمليات المياه البيضاء
ب 3000 جنيه فقط. حلو جدا. تخيلي حضرتك عمليه المعده البيضاء وزراعه عدسه ب 3000 جنيه فقط عشان شهر رمضان المبارك. ربنا يكرمك يا دكتور. انواع عمليات العيون لغايه الليزر والليزك والفيمتو ليزك كل ده الحمد لله متوفر باحدث الاجهزه واحدث الاطباء اللي موجودين معانا. حضرتك عندنا يعني اقسام كتير جدا، لو قعدنا نتكلم وقت البرنامج مش هنكفي. ان شاء الله يكون لينا لقاءات مع حضرتك. اكيد يا دكتور، اكيد هيكون لينا لقاءات مع بعض بحيث ان احنا نقدر نعمل خدمه يعني نخدم فيها فعلا اهلنا في مصر. والاهم بقى يا استاذه رولا، حققنا المعادله الصعبه ان عندنا احدث غرف العمليات، عندنا اقامه متميزه 5 نجوم، عندنا طقم متميز من الاستشاريين، واسعار عاديه او اقل من العاديه. تمام. هو دي المعادله اللي احنا تعبانين جدا عشان نحققها، ونتمنى انها تفوز رضا الجميع ان شاء الله. يا دكتور ميرسي جدا جدا. دكتور عاطف نور الدين رئيس مجلس اداره المستشفى، شكرا جدا لحضرتك، كنت معانا منورنا، شكرا جدا. نرجع مع دكتور نهله. عايزين بقى دلوقتي قلنا هنعمل المعادله الصعبه، ازاي اكل واخس بالظبط. بس عايزين بقى دي. الاكل نوع وكميه وتوقيت. تمام. يعني النوع زي ما قلت لك، كل ما كان طبيعي مش مضاف اليه دهون زياده، طريقه الطهي بتاعته ما بتبوظيهوش، انت مش مزوده ملح، مش مزوده الملح بيزود يا دكتور؟ لا، احنا بنتكلم على الاكل الصحي عموما. بس الملح. يعني لو الناس اللي بتزود ملح او بتاكل حاجه مالحه هو فعلا بيزود، بيرهق الكلى يعني، بسمع انه بيخزن ميه في الجسم. للناس برضو اللي قابله عندهم حته المرض، لكن لا، ما هو نورمالي انه الجسم بيحافظ زي ما قلت لك على بقائه. ملح زياده، ميه بتنزل، بتشربي اكتر، لازم الجسم بيظبط نفسه. بس انت لما بتدي له حاجات غلط كتير يا رولا بيتعب من التظبيط ده. ايوه. يعني بتبقي انت كويسه وبتفرزي انسولين، بعد كده بتخشي في سكر، بتكوني قلبك زي الفل، دهون وتراكم وتصلب وتيجي عندك القلب. انت يعني فاهمه الناس المفروض ان هي تعمل ايه؟ اللي انا فهمته دلوقتي ان انا بدل ما اخد حته البسبوسه دي اخد مكانها ثمره الفاكهه اللي هي التفاح. بالظبط. اختيارات الاكل، يعني طول الوقت بفكر وببقى مدرك. تمام. انا اكلت راحه وجايه عندك وانت قدمتي لي بسبوسه، خلاص بقى مش هعذبك، هناكل. تمام. بس اخد معاها بدوق، لا مش باكل. ويا ستي بورشن صغير قد كده فيها كالوريز 300 400 كالوري، انا ما عنديش مشكله. تمام. بس ما يبقاش مثلا معاها عصير، ما يبقاش معاها، لا ما لازم نبلغ بعد يعني مياه غازيه 200 300 تانيين. خلصتها. طب بقول لك ايه، لا انا عامله لك، جبتي موضوع البيبسي او ايا كان، اي حاجه مياه غازيه، الدايت ده اللي هو نقول ناخد مش عارفه ايه مياه غازيه دايت. بالظبط. تمام. ده دايت فعلا؟ ده دايت فعلا، يعني بياخدوه حقيقي. ايوه. ده في ماده اسمها يعني، هو لو انت قريتي على الليبل بره اسبرتام. طب بلاش تدخلني او هنخش في قضيه الاسبرتام ده كارسينوجينيك ولا لا، دي قضيه ثانيه كمان. طب هو مش بيتخن؟ لا، ده بديل للسكر زي يعني عادي الناس اللي بتقعد تضرب. أيوة. مش عارف ايه، ولو سمحت كنز دايت بقى. بصي يا رول، انا مثلا بيجي حد عندي، انا نهله، مش هقول حد عندي، انا نهله، انا ممكن اتخن مشروبات، نسكافيه، لبن، كوبايه كلها لبن وعليها 3 معالق سكر، انا كنت بشرب كده النسكافيه. تمام. 5 مرات، 5 في 3 بقد ايه كالوريز، ده غير الكالوريز اللي في اللبن نفسه. تمام. اول ما تعملي ايه، بتحاولي تقللي، قدرتي تتقبلي انك تقللي السكر، برافو عليكي. وتقللي بقى، ما تجيش تقولي لي هو انا ليا كم معلقه سكر. السؤال ده مرفوض تماما، لان انت ليكي 1500 2000 سعر حراري، يا ستي خديهم كلهم سكر لو عايزه. تمام. يعني ممكن اخدهم زي ما انا عايزه. ايوه، يعني مش مجبره بقى، مش هشربك على معلش بقى يعني النهارده مسلوق، لا لا، والنهارده المشوي، لا لا لا، والنهارده مش عارفه ايه، والناس وقطعي بقى خضار كتير. يعني بالرغم بقول لك لا بلاش طبعا، بس ما تتكلميش بالطريقه دي حتى على الحاجه الصحيه. مسلوق،
ما هو كله بيسمعوا، ما هو احنا ممكن نحسنه. بلاش الاكل ده، بحس ان هو اكل عيانين يعني. انا بسمعه دايما من ناس كتير. حاجز نفسي ما بينك وبين الاكل ده، الاكل ده ممكن يعني اللي هو اللي بيسموه السوتي او او اللي على فكره هو اكل صحي جدا وجميل جدا جدا. مش مساله بقى هو صحي اكيد جميل بقى. على فكره السبب. احنا ممكن نعمل له توابل، نظبطه بالتتبيله صح. بالظبط التتبيله دي الكاري والجنزبيل والكلام ده بقى بيزود الحب. طب حلو، يعني بيديكي تيست جميل. انت بتبقي حاسه ومبسوطه، ظبطيه حسب براحتك. ويزود الحرق لانه الشطه والحاجات دي ثيرموجينيك. مش انت ما بتاكلي حاجه مشطشطه وبتشربي ميه كتير وتبقي حرانه وفيكي طاقه، تمام؟ هو فعلا كده، البهارات بتزود الحرق. اي بهارات بتزود الحرق؟ معظم البهارات تقريبا. معظم. يعني كل ما ازود بهارات انا كده بزود الحرق معايا. شو برضو ما بحبش الكلمه دي. ما تعمليه لحد ما يبقى بالنسبه لك مقبول طعمه. يعني انت بقى تحطي لي شطه ويجي بواسير عشان عايزه تزودي الحرق؟ لا. طب هي الشطه فعلا بتزود الحرق؟ طبعا بجد. طبعا. طب احنا عايزين نعرف ايه اللي بيزود الحرق. قله الاكل بتزود الحرق. حلو. بجد دي حقيقه. ليه بقى؟ انا دلوقتي كلتي وجبه معينه اتهضمت وبقى في جلوكوز في دمك، تمام، راح الشغل ونزلتي وطلعتي، ده مش اسمه حرق؟ تمام صح. سبتي مسافه، لا ده ما كلتيش بعدها لمده ساعتين كمان ثلاثه، مش بتبداي تحسي انك جوعتي خلاص؟ فاهمه الفكره؟ وقت ما تحسي انك جوعتي قوي تاكلي دي عاده، تستني شويه. انا لسه هقول لك يعني لما تقولي لي انا جوعت بعد 3 4 ساعات من الاكل اقول لك اوكي تمام، لكن جوعتي بعد نص ساعه لا حضرتك بقى. يبقى كده في حاجه غلط في الشخصيه دي. خلي بالك انت ما بتاكلي اكلك السكريات. السكريات البسيطه البسبوسه بتجوع على فكره. انت لو افتكرتي كده الباتيه والحاجات دي احنا ما بناكلها بنحس بالجوع بسرعه. ليه؟ لانها سكريات بسيطه بتحفز الانسولين يروح جاي بسرعه، مظبط الدنيا تمام، فتحسي خلاص جعت. واعتقد ان الحاجات السكريات بتخلي الانسان يجوع اكتر، يعني لما باخد حاجات سكريه. ايوه صح. أيوة. ان هي فعلا بتخلي الواحد السكر يجوع. السكر البسيط ما اللي هو السكر الابيض الشوجر، تمام، ده بيتخزن في البق. والمعجنات دقيق وسكر وشويه زيوت، تمام، فدي اسمها نشويات بسيطه. طب ايه رايك في ادويه التخسيس يا دكتور؟ ادويه التخسيس اديكي قلتي دواء. الدواء ده مين اللي هياخده؟ اللي محتاجه المريض، اللي هو مين؟ الدكتور شخصه. انا اقول لك تاخدي دواء ايه؟ ما مش صاحبتك اللي تقول لك. يعني ما ينفعش واحده تيجي تقول لي ما ده انا جربت أنا بقى البرشام ده فظيع. الناس بتقول لي الدواء ده بيخسس ولا لا؟ بيخسس ايه؟ الدواء المفروض تساليني الدواء ده لايه؟ تمام، بيشتغل على ايه؟ وهل انت عندك مشكله في الحاجه دي؟ فبالتالي هنعوضها هنلجا لدواء ولا لا؟ يعني العيان اللي يجي او الشخص يجي يقول لك بص يا دكتور انا عايز اخس بس مش عايز دواء، مش بمزاجك. انت لو حاله تستدعي الدواء ده هتاخده او انا هكتبه، انت ما تاخدوش انت حر. فاهمه الفكره؟ طيب في دواء بيزود لي الحرق؟ لا، في ادويه مش ما اسمهاش ادويه بقى، دي مكملات غذائيه، دي بتبقى اكستراكس يعني مستخلصات من نباتات او اعشاب مركزه، زيوت زي النقط اللي بنحطها زي بعض الكبسولات دي، بتزود لك احتياجك للحركه والاكتيفيتيز. فيتامين بي 12 بيزود الحرق. طيب بما ان احنا قربنا نخلص الحلقه خلاص وقربنا نختم، كنت عايزاكي تقولي لهم حاجه سريعه. دايت رمضان بسرعه. مبدئيا رمضان الوجبه الاساسيه هي السحور. تمام. السحور مش الفطار، السحور ده اللي الشخص اللي هيروح وهيتحرك وهيجوع محتاج ان انا اكل وجبه متكامله فيها نشويات عن طريق العيش البلدي احسن حاجه، فيها بروتين من الزبادي من البيض من الجبنه، الفول من احسن الحاجات اللي متعودين عليها في مصر وهي بتبقى هضمها صعب ومتكامله، فيها الياف وفيها بروتين، نحط عليه زيت زيتون، ما ناكلش كميات كبيره لو عايزين نخس،
ما ناكلش كميات كبيره لو مش هنشتغل وهننام 10 ساعات بعد السحور. يا ريت نسحر ناخر السحور على قد ما نقدر. ليه؟ لانه في 12 او 16 ساعه مش عايزه ادخل الجسم في حاله اللي هي المجاعه اللي هي بيأدي الجسم بعد كده ان كل اكل انت هتاخده هيخزنه. ده اللي انت قلتي لي عليه. ما ده اللي الصيام اللي الصيام بيحفز بيدي للجسم اشارات انا في مجاعه. تمام. انا عايزاكي برضو تقولي لهم حاجه ياكلوها او ياخدوها بالليل بحيث ان هم في السحور ما يعطشوش تاني يوم. ايه اللي خلي ما فيش ملح في الاكل؟ ما نزودش ملح لان هو ده اللي بيعطش. تمام. الخيار والبطيخ من احسن الحاجات. يعني ده يبقى في السحور في خيار السحور. بطيخ بالظبط لان هما فيهم نسبه ميه كتير. تمام. والسكريات والالياف مظبوطه. الفول ما نزودش على الفول ليمون وملح وسبايسز تعطشك. تمام تمام. كده كده هتعطشي بعد عدد معين من الساعات. طيب. مهما شربتي يعني خلي فيه صحة نفسية. شرفتيني يا دكتور ونورتيني. للأسف خلصت حلقتنا النهاردة. ملحقناش نقول لهم الفطار والكنافة والحاجات دي. أنا أعمل حلقة تاني ونكمل فيها بقية كل نصوم. الحاجات. نصوم رمضان يا جماعة. وطالما صمنا الفطار ده أقل كمية أكل ممكن تاكلها لأن هي دي اللي هتخنك. ميرسي يا دكتور نورتيني وشرفتيني النهارده وكانت طيب. حلقه جميله جدا معاكي جدا. كل سنه وانت طيبه. وانت بخير. وبكده خلصت حلقتنا النهارده للاسف من برنامج كل الكلام. انتظروني في حلقه جديده من برنامج كل الكلام. سلام.